اللقاء رقم 21 لايت هيفي ويت الوزن 81 كيلوغرام اللاعب ميسم من إيران يتقدم نحو الحلقة في وزن 81 والهند مجددا سوميت سانجوان من الهند في الركن الأزرق يتقدم نحو الحلقة أيضا في وزن 81 كيلوغرام ثقة ودخول واعد بلقاء حماسي جديد في بطولة الأيبة المفتوحة لفئة الرجال والسيدات 2021 دلهي دبي. كما ذكرنا من المفترض هذه البطولة أن تقدم في دلهي ولكن تعثرت تبعا للظروف الحالية وبادرت دولة الإمارات واتحاد الإماراتي للملاكمة باستضافة هذه الدورة بفضل الدعم المقدم دائما وأبدا من الحكام ومن المجلس الرياضي لدبي وبدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. وبداية الجولة الأولى بين إيران وبين الهند نزاع السيطرة الذي يتفوق أو يبتدئ به الهنود الآن في الجولة الأولى بلكمات قوية ذات جودة وموضوعية. اللاعب الإيراني سيواجه الآن لاعب فيه تميز في مستوى الطول في تفوق وكما ذكرنا مسبقا يتوجب عليه تنفيذ اللكمات القصيرة نحو الجذع والصعود. نعم هذه لكمة نحو الجذع ثم يتطور بها نحو الرأس ويتوجب عليه الكروس فايتس القتال من أيوة من وقت قريب أو من مكان قريب لتفادي ميزة الطول للاعب الهندي. لكمة من اللاعب الأحمر الإيراني نحو لاعب المنتخب الأزرق ويشير الحكم للركن الأزرق للانتباه إلى الكوع وعدم لكم عن طريق الكوع بالخطأ حتى لسلامة اللاعب. إشارة بانفصال اللاعبين عن التحام. لكمة قوية من اللاعب الأحمر ولكمة أخرى لكمتين خطافية ومستقيمة ويرد عليه اللاعب الهندي بلكمتين أخريتين وتأثر اللاعب الهندي باللكمة القوية من اللاعب الإيراني في الركن الأحمر ويتابع اللكمات القريبة القوية والمؤثرة. اللاعب الهندي يؤدي مجموعة من اللكمات نحو الجذع ولكن يبدو أنه تأثر باللكمات القوية التي قدمها ميسم من إيران. اللاعب ميسم قدم مجموعة من ثلاث أو أربع لكمات قوية نحو الجذع ونحو الجسد مما أدى إلى تراجع الأداء للاعب سوميت من منتخب الهند. الحكم يطلب منهم اتخاذ خطوة للخلف عند إشارة البريك ووقت مستقطع ويؤخذ ميسم للطبيب للتأكد مرة أخرى من سلامة اللاعب. يقوم الطبيب بفحص اللاعب هناك فتح في الحاجب بسيط وعليه يتقرر استكمال المباراة من عدمها تبعا لقوانين السلامة والحماية على اختلاف ملاكمات الاحتراف كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. تعود المنافسة في الدقيقة الثانية واربعون والآن اللاعب الإيراني يعود بالهجوم بشدة وينفذ ما تعلمه بالملاكمة من مستوى قريب ينفذ لكمات مؤثرة باليد اليمنى نحو لاعب الهند. اللاعب الهندي تأثر كثيرا ولكنه عنيد لا يريد ولكن مجموعة من اللكمات الأخرى المباشرة. اللاعب الإيراني قوي لكمات قوية كأنه مايك تايسون. ما هذه اللكمات؟ بدأ اللاعب الهندي يتأثر ويتراجع مستواه وأنا أعذره في ذلك. نهاية الجولة الأولى إلى المنقذ
الزاوية في ركن الحلقة يتعين الاستشفاء وأخذ النصائح لتجاوز هذه الهضبة الإيرانية والقوة الصلبة التي أظهرها اللاعب الإيراني في نهاية الجولة الأولى. كانت الافتتاحية جيدة من اللاعب الهندي، تابعها مجموعة من اللكمات القوية كما تشاهدون أعزائي المشاهدين من اللاعب الإيراني. كما قلنا انظروا لهذه اللكمات التي تكاد تفقد الوعي، لكمات قوية مؤثرة عن طريق مستوى قريب. هكذا يقول قانون الملاكمة، اللعب من مكان قريب للاعب الأقصر. مجموعة من اللكمات نحو الجذع ومجموعة من اللكمات اللاحقة صاعدة نحو الرأس. ليست مباراة سهلة. اللاعب الهندي يتساءل. بداية قوية من لاعب إيراني. اللاعب ميسم لديه إصرار، يتلقى اللكمات الهندية بشكل جيد ويحاول تقليل الفارق بين كلا الملاكمين. اللاعب الأحمر يأخذ تحذير شفهي من الحكم بعدم المسك. اللاعب الهندي يحاول الاستفادة من الفارق الطول والجسماني، لكن لميسم رأي آخر. انظروا إلى هذه الركبات المرتدة، إنه يلعب كما يجب للاعب القصير. نعم، نحو الجذع ثم الرأس، ويعتمد على اللكمات المرتدة. لكن انظروا إلى التفوق الجسماني لدى اللاعب الهندي. اللاعب الإيراني أمامه مباراة صعبة، واللاعب الهندي أدرك أن أمامه مباراة ليست سهلة المنال. اللاعب في الركن الأحمر يستكمل اللكمات القريبة والصاعدة نحو الجذع. الحكم يراقب عن كثب مجريات اللقاء واللكمات القريبة المؤثرة. لو استكمل هذه اللكمات القريبة سيعد الحكم العد الإجباري للحفاظ على سلامة اللاعب. اللاعب الإيراني لديه تصميم على اللكم في الركن الأحمر، ولكن هناك نزيف وإيقاف مؤقت للمرة الثانية لفتح الحاجب بشكل يستدعي تدخل الطبيب للفحص، وعليه يقرر استكمال النزال من عدمه. وحتى الآن اللاعب ميسم هو الأفضل إن لم يقول الطبيب رأيا آخر، ويستكمل النزال. واللاعب ميسم في الركن الأحمر يواجه سوميت في الركن الأزرق. اللاعب سوميت أدرك أن أمامه صخرة صعبة المنال بلكمات قريبة قصيرة قوية ومؤثرة، منها الصاعد ومنها المستقيم ومنها الخطافي. اللاعب الإيراني يريد القاضية. اللاعب الإيراني الآن، اللاعب ميسم، مجموعة من اللكمات القوية. اللاعب السوميت في الركن الأزرق منهك، لكمات قوية، لكمات مؤثرة. لو استمر على ذلك سيكون للحكم رأي آخر، قد يصل لإيقاف النزال. ولكن لا زال لدينا المزيد. الدقيقة 52 ثانية. مجموعة من اللكمات القوية والمؤثرة. اللاعب إيراني يبدو أكثر حرصا، ولاعب الهند اللاعب سوميت يحاول التغلب على هذا الاختبار الصعب الذي لم يكن في الحسبان. اللاعبين فيهما قوة تحمل غير عادية، ولكمات قوية مستمرة. لكمات مجموعة من لكمات الخطافية من اللاعب الهندي، من اللاعب الإيراني نحو لاعب الهند. هذا اللقاء الناري يأتيكم عبر قناة دبي الرياضية وقناة أبو ظبي وعلى جميع ومنصات التواصل الاجتماعي في البطولة الأسيوية القارية التي بدأت نارية منذ الجولة الأولى للقاء الأول وحتى الآن. لا زال في جعبتنا مباراتان أخرتان، نرجو منكم البقاء
انظروا إلى هذه اللكمات القوية التي لم يخطئ فيها اللاعب ميسم الخصم أبدا. انظروا لقد تفوق على الفارق الجسماني بالطريقة الصحيحة وكما تعلم في عالم الملاكمة. الفازلين لتقليل النزيف. اللاعب الهندي مجهد وأعذره في ذلك. وأنا من نتوقع من الفائز من هؤلاء من هذين البطلين أو من هذين المقاتلين. شراسة قتال. وقد وعدتكم في بداية اللقاءات أن كلما اقتربنا من زيادة الأوزان زادت الحدة والإثارة. اللاعب ميسم ضربة يسرى صاعدة نحو الجذع تتبعها مجموعة من لكمتين نحو الرأس. اللاعب الهندي سوميت يحاول تثبيط ميسم عن الهجوم. الحكم يطلب من ميسم عدم المسك. أتوقع اللاعب الهندي سوميت هو الذي يمسك، ولكن سوميت يحاول العودة إلى السيطرة التي بدأ فيها الجولة الأولى أو في مقدمة الجولة الأولى. لكمة قوية من اللاعب الإيراني الركن الأحمر ويرد عليه سوميت الركن الأزرق. لكمت نحو الجسد. هذه المعادلة الفائزة. الجذع كما تفعل يا ميسم من دون أن تسمعنا فقد عرفتها عن ظهر قلب. لا تدفع رأس الخصم إلى الأسفل هكذا قال الحكم. وتستكمل النزال ولكمات مستمرة من كلا الطرفين مستقيمة. وانتو من سوميت. سوميت مجهد برغم الفارق الجسماني. واللاعب ميسم في الركن الأحمر يستمر في تسديد اللكمات ويستمر اللقاء. ولكمة قوية نحو الجذع يسرى من ميسم. ميسم يستمر في العقاب يستمر في تنفيذ اللكمات القوية المؤثرة. واو يا ميسم. سوميت لديك اختبار صعب للخروج فائزا من هذا اللقاء. يجب عليك أن تثبت العكس للقضاء. لكمات مؤثرة قوية وإيقاف الحكم يطلب من كلا اللاعبين رفع الرأس عاليا لتفادي إصابة الجبهة. لكمات مؤثرة صاعدة من الركن الأحمر نحو الجذع ولكمة قوية يسرى نحو لكمة تتبع لكمة يمنى نحو الفك ولكمات نحو الجسد. لكمات قوية. الله اللاعب ميسم يتوجه بلكمات قوية جدا. يا رباه ما هذه القوة الجسمانية التي تتمتع بها. لكمة خطافية يسرى نحو اللاعب الهندي. اللاعب سوميت يكاد يختل توازنه من شدة اللكمات الإيرانية من ميسم. لكمات قوية نحو الوجه. نهاية الجولة الثالثة معلنة نهاية هذه اللقاء القوي والنزال القوي بين كلا اللاعبين. لقد بدأ اللاعب ميسم منذ منتصف بداية الجولة الأولى على تنفيذ اللكمات القوية باستمرار ولمدة ثلاث جولات في الجولة الأولى في ثلاث جولات بثلاث دقائق لكل منها في مجمل تسع دقائق من العقاب القاسي. ولكن صمود وتحمل قوي للاعب سوميت الذي أظهر تحمل رهيب للكمات القوية التي تلقاها. ويبقى القرار للقضاء. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the red corner representing اللاعب الإيراني ميسم استحق الفوز بإجماع قرار القضاء وإجماع قرار المشاهدين. أليس كذلك أعزائي المشاهدين؟ لقد انطلق منذ منتصف الجولة الأولى ليرينا مايك تايسون جديد في وزن
81 كيلوغرام لايت هيفي ويت. مبروك يا ميسم، أداء يستحق الإشادة. انظر المخرج والإعادة اللقطات الجميلة، انظروا إلى هذه الخطافية اليسرى والخطافية اليمنى والجذع والرأس. الله عليك، شوف لاعب الهندية يعني يعاني، لقد صمد يصمد أمام هذه اللكمات القوية. لقد تلقى مجموعة من اللكمات التي قد لا يتحملها غيره. انظر إنه يعاقب، هذا عقاب، هذا عقاب في اللكم. ولكن هب أوفر يا سميت، لديك مباريات أخرى، أنك لاعب رائع، لديك مقومات جسدية رائعة، ولكن للاعب الإيراني رأي آخر. مجموعة من اللكمات قوية. نعم، الفوز للركن الأحمر.